في سباق مع الزمن ودون كلل ولا توقف، تواصل هيئة قناة السويس جهودها الجبارة من أجل إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة. وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصول قاطرتين جديدتين للمشاركة في تعويم سفينة الحاويات الجانحة إيفرجيفن. وأوضح ربيع أن جهود تعويم السفينة مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الكركات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا، مع مراعاة عدم حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها. وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويم السفينة، وذلك جنبا إلى جنب مع القيام بمناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة في توقيتات تتلائم مع المد والجزر واتجاه الرياح. وأشار رئيس الهيئة إلى أن مناورات الشد تمت أمس بواسطة قاطرات تقوم بالعمل من ثلاثة اتجاهات مختلفة، وتقوم أربع قاطرات أخرى بشد مؤخرة السفينة جنوبا. يذكر أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، ويبلغ طول كل قاطرة 35 مترا و87 سنتيمترا، وعرضها 12 مترا ونصف المتر، بغاطس كلي 5 أمتار و75 سنتيمترا، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية. ويبلغ طول سفينة الحاويات إيفرجيفن الجانحة نحو 400 متر، ويبلغ عرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. ويتم نقل نحو 10% من بضائع العالم التي يتم توزيعها في أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس، كما أن 40% من بضائع العالم من حيث الحجم والوزن تمر من القناة بشكل عام. ويوفر عبور السفن عبر قناة السويس فترة زمنية تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا والعكس، وذلك مقارنة بما قد تستغرقه السفن إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المارة بطريق رأس الرجاء الصالح. الحقيقة أن في أسئلة كتيرة بتدور في أذهاننا جميعا، خاصة غير المتخصصين اللي بيمثل العالم لينا، العالم البحار والهندسة والنقل البحري. ده عالم بعيد ربما ما شفناهوش حتى بالعين عن قرب عشان نقدر نحكم عن الأزمة الحالية، لكن بالتأكيد من حقنا كلنا نتساءل، وهنحاول نحن نعرض هذه التساؤلات على ضيفنا الكريم ونرى الرأي العلمي والفني فيها علشان نفهم الحدث المهم بكل المقاييس اللي بيحدث حاليا على أرض مصر وفي قناة السويس. بينضم لي في الاستوديو المهندس استشاري أحمد عبد السلام علي، استشاري إدارة المشروعات والخبير في النقل البحري. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أبدأ مع حضرتك بالسؤال المباشر جدا، السفينة جنحت وده حدث ما بقاش جديد، كلنا فهمنا وكلنا شفنا الصور اللي جاية من الساتلايتس إن هي تقريبا سد مجرى القناة. البعض ويعني لن نصفهم الحقيقة بأوصاف يستحقوها، لكن هذا ما حدث، إن البعض على طول صارع وترجم ده إلى أنه لماذا كنا حفرنا قناة السويس الجديدة، وكانت إيه لازمتها لما سفينة واحدة قفلت المجرى الملاحي لقناة السويس كاملا. يعني يمكن الرد في هذه النقطة أنا أعلمه، لكن يعني حضرتك ترد بشكل فني وهندسي وعلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بداية أتوجه بالعزاء لأهالينا من الضحايا أو من أسر الضحايا قطاري سوهاج، الله يرحمهم جميعا، ونسأل الله أن يشفي المصابين. أزمة قناة السويس أو المركب إيفر جيفن اللي بتملكها أو بيملكها الخط الملاحي إيفر جرين، لازم الأول نعرف المواصفات الفنية لهذه السفينة قبل ما نتطرق هي ايه اللي حصل وايه ملابسات الحدوث. تمام. دي مركب من جيل نقلات الحاويات العملاقه، طولها حوالي 400 متر، العرض 59 متر، الغاطس 15 متر ونص. بتحمل قد ايه حاويات؟ بتحمل حوالي 18300 حاويه، تقريبا حجمها 224 الف طن. أبحرت يوم 22 فبراير من تايوان متجهة إلى الصين،
وفي صباح الثلاثاء 23 مارس تقريبا حوالي الساعة 8:30 صباحا تم شحطها بالعرف البحري أو باللغة البحرية، شحطت بالمنظر اللي احنا شفناه كلنا. طب هي شحطت فين وليه الأزمة دي حصلت؟ طبعا في بداية الكلام قالوا ان هي طبعا المروجين للشائعات واللي بيتصيدوا الأخطاء وبجهلهم قالوا ان هي شحطت في قناة السويس الجديدة. طبعا الكلام ده لم يحدث، هي شحطت في العلامة 151 من ترقيم القناة، وعلى بعد تقريبا حوالي 35 كيلو من مدينة من السويس. تمام. يعني في قناة السويس الأصلية أو قناة السويس المجرى الرئيسي المجرى الرئيسي، وبالتالي هي جاية من الجنوب، تمام، رايحة ميناء روتردام، المفروض كانت توصل 31 مارس. نعم. فهي في بداية الربع الأولاني من المجرى الملاحي حصل هذه الحادثة. لو نتذكر ان احنا في هذا اليوم يوم 3 كان في عاصفة رملية شديدة او نوة ترابية شديدة. نعم. سرعة الريح وصلت ل 40 عقدة. امبارح السيد رئيس هيئة قناة السويس سيادة الفريق أسامة ربيع قال ان مش السبب الرئيسي هو سرعة الرياح، ولكن هذه الحوادث احنا بنسميها في عالم البحار او في الشغل البحري دي حوادث مركبة. وحوادث يعني حوادث مركبة يعني مش سرعة الريح بس هي اللي كانت السبب، في أسباب كانت تصفر عنها التحقيقات إن شاء الله مستقبلا، وإن شاء الله نبقى برضو نتكلم عليها لما التحقيقات تخلص. نعم. لكن احنا هنستعرض عن نقول إيه أهم الأسباب الفنية لو حصل أي أعطال في معدات الطاقة للسفينة نتج عنها إن الضمان وقف، إن الدفة عطلت، الدفة المسؤولة عن تحريق يمين ويسار، عمود الرفاص المسؤول عن الدفع، كل ده ممكن يؤدي بالإضافة لسرعة الريح ممكن يؤدي لمشكلة. نقطة السر أعتقد في هذا الموضوع، وده إن شاء الله اللي هنشوفه بعد إن شاء الله ما الأزمة دي تختفي أو بعد إن شاء الله ما تحل. نعم. هي سرعة السفينة وقتها، سرعة السفينة وقتها أعتقد هي دي علامة الاستفهام اللي هتفك اللغز، إيه اللي حصل بالضبط؟ لأن السفينة سرعتها مفروض في المجرى الملاحي طبقا للقوانين الدوليه المفروض بتبقى 8 عقده، والعقده برضو عشان المشاهدين العقده 1.852 كيلومتر على الساعه، يعني 1.8 كيلومتر على الساعه. تمام. تقريبا. فاعتقد سرعه لو قدرنا نعرف او الجهات المختصه قدروا يعرفوا السرعه كانت كام تحديدا اعتقد دي هتحل بنسبه 90% ايه اللي حصل في هذا التوقيت. طيب ال واضح ان العالم كله مركز والعالم كله بيتكلم، لانه 12% من تجارة العالم بتسري من خلال قناة السويس. تمام. وده رقم كبير ورقم طبعاً ضخم طبعاً. بالاضافة طبعا لاستراتيجية بعض الاشياء اللي بيتم نقلها عبر القناة زي البترول، المنتجات البترولية والمنتجات الغذائية وما الى ذلك. السؤال الان الطوابير الانتظار ومدى التعامل المصري مع الأزمة إداريا وفنيا، يعني الناس البحريين والهيئة شغالة في محاولات إعادة تعويم السفينة، لكن إداريا في أمور كتيرة متعلقة، خطوط بحرية متوقفة، سلاسل إمداد في مصانع وشركات كبرى متأثرة الآن بهذه الأزمة، فبالتالي لابد أن احنا يكون عندنا تعامل من ناحية. خلينا نحلل اللي سيادتك تفضلت بيه كده في نقطتين رئيسيتين. طبعا احنا عارفين ان معظم خطوط الانتاج الرئيسية دلوقتي بتبقى موجودة في الشرق الأقصى زي الصين واليابان والهند. نعم. والاستهلاك في الشرق الأوسط، أوروبا، أمريكا. يبقى إذن في عندي خطوط انتاج بتنتج مش هتوصل للمستهلك، هتعمل أزمة؟ هتعمل أزمة. ليه يا فندم؟ حجم التجارة اللي بيوصل تقريبا من الشرق الأقصى في اتجاه اللي هي قافلة الجنوب في اتجاه الشمال اللي هي كان من ضمنها السفينة ايفر جيفن حوالي 51 مليون دولار تقريبا. تمام. التوقف ده هيعمل ايه؟ التوقف ده هيسبب خسارة حوالي 400 مليون دولار في الساعة. يعني الخسارة دي لمين يا فندم؟ الخسارة دي للمنتجات اللي مش هتوصل فيه. يعني الخسارة دي للمنتجات لحجم التجارة اللي مش هيوصل. احنا بنتكلم عن خسارة القناة دلوقتي وصلت ل 14 مليون دولار في الايام اللي هي متوقفة فيها، 14 مليون دولار في اليوم الواحد. انا بتكلم على حجم التجارة
وتأثير هذه الحادثة على حجم التجارة. 51 مليار دولار كان حجم التجارة اللي بيعدي سنويا من الجنوب أو من الشرق الأقصى إلى مناطق الاستهلاك. يبقى احنا قلنا 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، 6.6 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، ده حجم الخسارة الفعلية. إدارة الأزمة كيف تمت؟ بصراحة شديدة أنا شايف كل أجهزة الدولة، مش هيئة القناة، هيئة القناة بتتعامل مع الموضوع عشان تسير إن شاء الله، تسير في أقرب وقت الملاحة بإذن الله. وإحنا يمكن شفنا برضو المجهودات اللي تمت امبارح وأول امبارح، نتج عنها تحرير دفة السفينة وتحرير أرفاص، وبدأوا فعلا يشتغلوا، لكن طبعا العوامل الطبيعية زي المد والجزر، الجزر كان عالي وصل ل1.8 تقريبا متر، فالقطرات اللي كانت بتشد بقوة تصل ل160 طن وقفت وبدأت التكريك مرة تانية، لغاية ما إن شاء الله موضوع المد يزيد، المد إن شاء الله يوصل ل1.8 متر، وبكرة إن شاء الله متوقع أنه يزيد بالليل ل2.7 تقريبا، فان شاء الله تبقى الفرصه ده يعني رفع مستوى منسوب الميه، فبالتالي نقدر نساعد الغاطس بتاع السفينه انه يتحرك. بالظبط بالظبط بالظبط. احنا سحبنا كام لغايه دلوقتي، او هيئه القناه سحبت كام، او كركت رمال كام؟ 27000 متر مكعب رمال عن طريق الكركات قناه السويس، كركات زي مشهور والعاشر من رمضان اللي شغاله من اللحظه الاولى للقناه. واعتقد ان الشركه الهولنديه اللي جابتها الشركة المالكة للسفينة لما جت لها شركة سميت الهندية، أعتقد إن هي لم تغير شيء في بروتوكول التعامل مع الأزمة طبقا لكلام السيد رئيس الهيئة امبارح من كل الإجراءات. وده معناه إن احنا ماشيين على يعني منطق المظبوط، المنطق المفترض. أعتقد الناس يعني احنا عارفين كويس جدا إن احنا الحمد لله في مجال النقل البحري عندنا قامات كبيرة جدا في كل المستويات العلميه، واحنا بنصير الحركه في القناه بالزبط. من 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 السبعينات، يعني من بدايه الحفر طبعا. وبناء يعني انشاء هذا الممر، لكن احنا بنسير المساله دي بالتركيبه يمكن اللي احنا بالزبط. اقرب ما يكون للي احنا فيه النهارده بالظبط، وهي السبعينات من عاده افتتاح القناه. السفينه فندم اللي جنحت دي كان رقمها في القافلة كانت رقم 13، يعني في 12 سفينة قبلها سبقوها كملوا المسيرة. على فكرة كان في سفينة منهم، السفينة اللي كانت قبلها على طول كانت 240,000 طن. الملحوظة التانية أو النقطة التانية اللي لازم السادة المشاهدين يعرفوها، إن مش دي أول مرة تمر فيها السفينة دي هنا. فهو الموضوع حادث قدري ليس للهيئة أي دخل فيه، لا من بعيد ولا من قريب. طيب عايز أسأل حضرتك في علوم الإدارة البحرية، الإدارة السفن حاليا المرتبطة بخطوط ملاحية دورها انها تعبر سواء من الشمال او من الجنوب، اللي منتظرة سواء في البحيرات يعني المرة او حتى خارج منتظرة خارج المياه المصرية، لكن خلاص هو الخط متوقف حاليا. هنا الادارة البحرية بتقول ان احنا بنضعهم في الصورة مثلا بشكل يومي، ولا خلاص احنا بنقول له احنا جاهزين اتفضل خش كمل اتجاهك، او افضل متوقف حتى اشعار اخر؟ لا، هو في طبعا في 321 سفينه موجودين في الويتنج اريا في مناطق الانتظار. الحكومه المصريه امبارح ممثله في وزاره الزراعه، انا بدي بس سامبل يعني، ان في 3 سفن محمله ماشيه. طبعا هيبقى في مشكله طبيه، هيبقى في مشكله في الاعلاف. السيد وزير الزراعه مشكورا تفضل بتوفير الاعلاف، وهيبعت وفد بيطري عشان يكشف على، انا بدي سامبل بس في 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 اداره الازمه. نعم، وزارة الزراعة، أعتقد كل الوزارات المعنية موجهة عشان الموضوع ده ينتهي. إذن إحنا مش بنقول للمراكب خليكوا هنا، طبعا اللي عايز يغادر مفيش مشكلة، اللي عايز ياخد رأس الرجاء الصالح ويطول المدة المسافة 9000 كيلو متر يتفضل 15 يوم يعني، عشان برضو أنا بقول الملحوظة دي عشان نرد على يعني الجهلاء اللي قالوا في طرق بديله زي راس الرجاء الصالح. راس الرجاء الصالح موجود من قديم الازل، لكن ليس بل كان هو الطريق الرئيسي قبل ما تحصل يعني يتم حفر قناه السويس. اقصر وامن ممر ملاحي ستظل قناه السويس، دي معلومه مهمه جدا جدا جدا. مهندس احمد، يعني للاسف وقتنا مر سريعا، لكن لازم اسال حضرتك، اتفضل، التقييم العام، تقييمك انت كشخص
في هذا المجال ومختص في الإدارة والتسيير وما إلى ذلك، إحنا دلوقتي منتظرين إيه؟ لأنه الكلام دلوقتي أنه بدأ يتوارى الحديث عن المدى الزمني لإنهاء هذه الأزمة. هل ده معناه أن إحنا مازال أمامنا كثير؟ أم أنه الخبراء مش حابين يدوا مدى زمني لأنه مش مهم يوم أكتر أو يوم أقل في مقابل أن تقليل الأضرار وإعادة حركة السير إلى أقرب شيء طبيعي فورا؟ سريعا، إحنا طبعا شفنا اهتمام العالم كله بهذه الأزمة والعروض اللي تمت وذكرها السيد رئيس الهيئة امبارح، سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من السعودية من اليونان من قبرص من الإمارات العربية. ده معناه إيه؟ معناه إن في أهمية بالغة جدا إن الحركة تسير في قناة السويس بأسرع وقت. طب ليه ما حدش قدر يدي وقت لغاية دلوقتي؟ لأن في عوامل جوية كتيرة زي اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، المد والجزر. نعم. دي عوامل مؤثرة. إن شاء الله إن شاء الله ما نحتاجش لبلان سي اللي هو تفريغ أو تقليل الحمولة، لأن دول 18300 حاوية، أعلى حاوية على ارتفاع 52 متر، فإن شاء الله ما نوصلش لهذا الحل. إن شاء الله بالتكريك وبالقطرات اللي موجودة، وأعتقد أن كل إمكانيات الدولة مسخرة بقطراتها، يعني هيئة موانئ البحر الأحمر بعتت القطرتين تحيا مصر 1 و2 للمساعدة في أعمال الشد، كل قطرات قناة السويس شغالة في هذا الموضوع من حمولات أو من أطنان 160 طن لغاية 70 و80 طن، فكل دي مسخرة عشان الأزمة تنتهي في أسرع وأقرب وقت. إن شاء الله بإذن الله نأمل إن المد خلال اليومين اللي جايين دول وتحمل الساعات القادمة إن شاء الله بشاير طيبة جدا لينا، وتنتهي الأزمة إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله. تأتي الرياح بما تشتهي إيفر جيفن وبما تشتهي إن شاء الله مصر كلها إن شاء الله، وتنتهي هذه الأزمة على خير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المهندس الاستشاري أحمد عبد السلام علي، استشاري إدارة المشروعات والخبير في النقل البحري، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ومن بعده موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتي أمل نعمان، ونعود لحضراتكم وفقرتنا الحوارية الثانية لهذا المساء.